موضوع ديال الأسعار، الحكومة تواكب هذا الموضوع، تتابعه. في الأسبوع الماضي تكلمت لكم على اجتماع سوف يتم على مستوى وزارة الداخلية، ستحضره جميع القطاعات المعنية بهذا الملف. هناك اجتماعات أخرى سوف تكون غدا إن شاء الله. هذا الموضوع هذا لا يجب أن نعتقد في لحظة من اللحظات بأن الحكومة تواكبه بشكل دقيق جدا وتتابعه، ماشي فقط على مستوى المراقبة. المراقبة كاينة والمؤشرات والأرقام هي موجودة، لكن أيضا على مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج، وأيضا في مواكبة المنتجين طبعا لكي تصل هذه المواد إلى الأسواق، خاصة المواد اللي عندها واحد الاستهلاك كبير يعني في هذه المرحلة وفي هذا الشهر الفاضل. مرة أخرى الحكومة سوف تستمر في تتبع هذا الموضوع ومواكبته. وطبعا مني كنشوفوا هذه التقارير كلها، لأنه تكلمت على واحد من التقارير، هذاك التقرير تكلم فقط على المرحلة ديال فبراير، ديال يناير إلى فبراير. لكن مني كناخذوا المتوسط إن شاء الله بحكم مجموعة من التغيرات اللي كتوقع في الخارج وأيضا يعني في بلادنا، لأن جزء كبير من هذا التضخم يجب أن نعترف بأنه مستورد مرتبط بمجموعة من المواد اللي لا دخل للإنتاج الوطني فيها. فكل هاد المؤشرات هذا كتعطي واحد المؤشرات إيجابية على أنه، وحتى التقرير اللي تكلمت عليه مؤخرا، واخا أنا هذه القضية ديال التقارير لا تستهويني كثيرا، لأن التقارير تختلف من حسب كل مؤسسة كيفاش كتشوف وكيفاش. المهم هو أنه في نهاية المطاف يجب بفضل هذه يعني الإجراءات اللي قمنا بها، وإذا تطلب الأمر إجراءات أخرى سوف تقوم بها الحكومة لكي نحافظ على هذه المواد كلها وعلى هذه يعني المنتجات التي يستهلكها المغاربة في أسعار معقولة. شكرا لكم.